زعيق جامد في المنطقة وتحذير شديد اللهجة من قرود الكابوشي. كل المجموعة فهمت التحذير وكلهم فعلا بدأوا يتجمعوا، وبيحصل هرج ومرج في المكان. بيحاولوا انهم يطردوا التعبان من خلال الدوشة اللي بيعملوها، وانهم يحدفوا كمان عليه طوب يمكن يجي فيه ويخلع. حتى الطفل الصغير ده اللي لسه بيرضع كان عاوز يساعد، لكن والدته بتكتشف حاجة مهمة جدا، وهي ان التعبان ده مش بيطاردهم هما. التعبان بيطارد قارد برازيلي اسمه بوناري، وفعلا قدر انه يصطاده وهو دلوقتي بياكله. لكن مجموعة القرود دي فضولية بشكل مش طبيعي، حتى الطفل الصغير قاعد مستغرب وبيبص وبيتابع. لكن صديق الإنسان فيه خيط رفيع جدا بين الفضول والغباء. لكن التعبان ده عنده أكتر من 100 سن، وكمان قبضته قوية على الفريسة ومش ممكن يسيبها. لكن فيه هنا بوناري كتير، والطفل هنا بيحاول يشارك معاهم بمنتهى الشجاعة. لكن البوناري مش سهل انك تمسكه زي القطط. قائد المجموعة هنا بيظهر وبيتكفل بالموضوع كله، وبيقدر فعلا انه يمسك واحد منهم. واخيرا مجموعة القرود دي بتكتشف اكلة جديدة وسريعة. الله يقرفه. والطفل الصغير اتعلم الدرس الاول في حياته، انه ازاي يقدر يعيش.